السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا على قناة إنجليش وبس في اليوتيوب وصفحتنا إنجليش وبس على الفيسبوك. تحياتي لحضراتكم جميعا، مدرس لغة إنجليزية تامر محمد. بنشوف النهاردة الحلقة الثانية في تأسيس الأطفال، إزاي يميز ما بين الكلم. أوكي، دي المحاضرة الثانية في الكورس بتاعنا. خدنا المرة اللي فاتت لازم ندرب الأطفال على التمييز ما بين noun و verb و object و adjective. أوكي، وهنتعب جدا معاهم في المحاضرتين دول وهيريحونا كتير جدا بعد كده إن شاء الله. هنا بيقول لي exercise parts of speech put a circle put a circle on the noun. عايزك تحط دايرة على كل اسم. هات قلمك الرصاص كده يلا واشتغل. عندي كلمة play وعندنا tom و book. فين الناون؟ الناون فين؟ ايوه احط ناون هنا على توم واحط بوك. اوكي فيري جود. طيب عندي كلمه نيرس، نيرس اوكي يعني ممرضه، وعندي كلمه شي وعندي كلمه ايت. فين الناون؟ اوكي الناون يبقى نيرس. كل ما الطفل يكون مركز في المرحله دي كل ما هيريحك جدا لما تقول له اعمل جمله بفاعل وفعل ومفعول. فرجائي ليكم محدش يستعجل معاهم، يفهموها كويس وبالراحة عليهم دلوقتي هيريحك بعدين. عندي كلمة بس وعندي كلمة تري وعندي كلمة سويم. where the noun yes يبقى بس is a noun okay وتري is a noun very good. طيب سويم noun؟ سامع حد بيرد علي اه okay swim is a is a verb very nice verb. يبقى هنا عندنا كلمة هدى اه هدى ده ناون يبقى نحط دايرة على هدى. وعندي كلمة كات اوكي فيري جود. ناون ولا مش ناون؟ كات كات اللي هو بنسميه animal اوكي حيوان اسم حيوان. عندي clean يبقى ده verb اوكي. طيب نبص هنا تاني تمرين تاني بطريقة تانية اهو. بيقول لي ايه؟ underline the adjective. underline the adjective يعني احط خط تحت الايه؟ الصفر. بص معايا كده she is happy اوكي. عندي كلمة happy يبقى دي ايه؟ adjective صفر. اه طب she مين الشاطر يقول لي she دي نوعها ايه؟ ايوه سامع حد بيقول لي she is ايه؟ is borrow noun. طيب is ايه؟ is is a verb. برافو عليك. Is a verb. Very good. طيب number two. بيقول لي they are good. They. مين يقول لي نوع they؟ Okay. They is pronoun. آه كان بيجي قبل الفعل. و are أهو verb. و good يبقى adjective. يبقى good is adjective. Okay. He is tall. tall adjective. طب fat adjective very good. طيب عندي هنا كلمة big tree. big is a is adjective. طيب number two بيقول لي hot day. hot day إذا فين ال adjective؟ آه hot. لو الطفل كبير وفاهم وقابل منك أكتر ممكن تقول له إن ال adjective comes before a noun. يعني جات لنا هنا صفة وعندنا day ده اسم، هو عارف ان ده day noun اوكي. يعني ممكن من رابعة وخمسة نبدأ نقول له كده، نقول له hot مع ايه؟ جه قبل day عشان ال adjective before the noun وال adjective after verb to be اوكي. adjective before noun بتيجي قبل الاسم او بتيجي بعد is او ايه او are اوكي. عندي هنا كلمة cold. cold يعني بارد اوكي. يبقى cold drink مشروب بارد حاجة ساقعة. يبقى cold ده is ايه؟ is adjective اوكي very good. نشوف هنا مع بعض exercise تاني اهو. اتمنى يكون الصورة واضحة قدامك. اوكي بيقول لي noun or verbs. noun or verbs انت عليك بس تقسم. يلا نحط في الناون ولا نحط في الفيربس؟ عندي هنا كلمة ايه؟ eat eat eat. اه عايزك تكتبها لوحدك. يلا تكتب eat noun ولا verb؟ مين الشطار؟ yes يبقى eat is a verb. طيب girl girl اه يعني ايه girl؟
girl يبقى بنت يبقى girl is noun. طيب run 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 can you run okay yes run run يعني يجري يبقى نحطها فين في النون ولا في الفيرب في النون ها حد يقول معايا في النون no run is a verb very good طيب boy 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 are you a boy or a girl ايوه انت اها boy ولا girl boy okay yes يبقى boy فين في النون ما هي boy في النون وgirl كانت فين في النون very good طب school school يعني school okay مدرسة يبقى نحطها في النونز طيب walk 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 يعني يمشي يبقى ايه verb طب يل يل مين يعرف يعمل يل اوكي يس يل يعني بيتاوب كده قبل ما ينام اوكي فيري جود كات 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 يعني ايه قطه يبقى فين في النون يل ده كان فعل طبعا ايوه حد بيسال لسه على يل يل يتتاوب اللي هو في الايه في الفيربس اوكي عندي هنا للشطار حبايبنا الكبار هنسيب لكم ها مع بعض كده بسرعة دقيقة واحدة فكر ده اختبار اهو بيجينا كده بنقول دايما في مدرسنا الانترناشنال وفي التجريبي بيعمل امتحان كده خاصة لحد تانية ابتدائي لازم نركز جدا الولد بيعرف يميز ما بين اجزاء الكلمة ولا لا للأسف في المدارس العادية مفيش كلام The teacher's shoes are red The teacher's shoes are red shoes shoes دي noun ولا adjective ولا verb مين الشاطر اللي هيحل ايوه انا سامعك انت اوكي is a noun shoes shoes يعني حذاء noun طيب number two I always walk walk to school I always walk to school walk walk noun طيب walk adjective يعني نوصف فيها حاجة لا طيب walk قلنا walk يعني action صح في حركة بتتم يبقى verb يبقى هنا walk is a is verb انا مش عايز احللك اهو انت بتحل لوحدك شاطر اوكي number three the cat the cat the cat لو فاكرين قلنا ايه في المحاضرة الاولى قلنا اي اسم قبلي ذا يبقى ايه يبقى verb لا طبعا يبقى adjective لا طبعا هيبقى ايه the noun okay noun يبقى the cat is noun very good excellent rough number four عايزين بنت بقى تقول يلا ها he had a green pole he had a green pole green green pole يعني كرة ايه خضراء يبقى green هنا جاي عشان نعمل ايه to describe a ball to describe a ball okay طبعا كلمة green بتنفع noun في بعض الاشياء وفي تنفع adjective في بعض الاوقات وده درس هنخليه في الايه في الادفانسد شوية okay يبقى noun ولا adjective ولا verb لا adjective لانها بتوصف الكرة لونها اخضر very good طيب grandma grandma يعني تيتا baked cookies okay baked cookies okay اللي هو الايه المخبوزات عملت كحك عملت كيك okay bake يعني bake يعني يخبز ده في فاعل وفي فعل ومفعول هنحتاج الكلام ده يبقى هنا بيك ايه ها verb بيك verb very good اسمع بقى حد تاني جديد يقول يلا the baby drank milk do you drink milk drink milk يعني يشرب لبن drink طب هنا في الباست قال drank milk يبقى drank دي ايه noun لا مينفعش adjective no verb Drank is a verb. Okay, very good. June ate an apple. Okay, do you like apple? Yes, do you have an apple? Okay, can you give me an apple? ممكن تديني تفاحة? Give me. Give. Okay, yes, thank you. يبقى an apple. Verb ولا adjective ولا noun?
لا طبعا نون تفاحة نون. اوكي she looked for the yellow book. yellow yellow book لسه قايلين دلوقتي اللون بنعتبره ايه طالما بعديه حاجة بنوصف الكتاب يبقى adjective. adjective اوكي اتمنى يكون تابعته معانا كويس وفهمنا وياريت النهاردة في البيت نلعب اكتر. محاضرتنا ان شاء الله الى الاسبوع الجاي في كورس Let your child to speak English. ازاي ابنك هيتكلم انجليزي. نتعب شوية مع بعض في مرحلة التأسيس هترتاح ان شاء الله جدا فيما بعد كده. Thank you for your listening and goodbye. لو اول مرة تسمعنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس هيوصلك كل حاجة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.